أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أن سد الموصل يعمل بشكل طبيعي في ظل التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه العراق كونه دولة مصب، مشيرا خلال حضوره مؤتمر سلامة السدود في مدينة الموصل إلى أن الاهتمام بملف المياه والسدود أصبح ضرورة ملحة جدا. هناك رسالة يجب يعني وصلت إلى العالم من خلال تنظيم هذا المؤتمر في سد الموصل. الكل يعلم أن سد الموصل في فترة من الفترات كان قد شغل العالم وحظى باهتمام كبير من العالم، رسالة للعالم، العراق بلد بدأ يتعافى ويعود إلى المجتمع الدولي بشكل مهم جدا. مشاركة الوزارة حريصة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات لما لها من تطور كبير في تبادل الخبرات في مجال سلامة السدود في ظل التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه العراق كدولة مصب. العراق أيضا حريص على المشاركة في كل المؤتمرات الدولية التي تحصل أو الإقليمية والدولية. الاهتمام بملف المياه أصبح ضرورة ملحة جدا على الجميع أن يعي أهمية السدود، أهمية إدارة المواد المائية بشكل صحيح.